واحنا شباب فلسطين في بلع وادي الدخان. نشكر المؤسسة العربية اللي أعطتنا أشجار وشجر وزرعنا في أرضنا، كنا معمرين شوية أرض حوالي 9 درهم، وبدنا شتى الماهل وضايل قسم كبير بده تشتيل، احنا بحاجة لهذا التشتيل، بحاجة لهذا الشجر. شاكرين جدا كل من جاء من قدم شيء بهذا الاتجاه، واحنا فلاحين بنحب الزراعة والزراعة كويسة لنا. شكرا للجميع. مشينا من جنين كانوا صلوا بالدفاع مشروع جيد، ونشكر الشباب اللي كانت على الوضع هذا. كل الشجر اللي وصلتونا اياه 100% ونوعيته الف الف.